الى ما زالت الكره في مصحة الفريق الاردني من جديد، تعود الى عبير النهار، كره عرضيه اذا هدف جميل وملعوب وبرافو اللاعب شهلاء تمرين امام اوزبكستان، وهدف اردني اول جول. الهدف الاردني الثاني الرائع بالشباك الكويتيه، القدم اليسرى لعبه ارتكاز ما الى ستيفان، هدف جميل وملعوب من منطقه من خارج منطقه الجزاء في المنطقة الفنية شهناز جبريل في الجهة اليسرى والدخول اليمين، لكن برافو ميساء أبو جبارة، واحدة في المهارة في الإبداع القطع لميساء أبو جبارة، ميساء الهدف الخامس لسيدات الأردن، أول مشاركة آسيوية على صعيد كأس آسيا من جديد، عبير النهار وبتلم عبير يلا يا عبير عبير ان شاء الله العبور الى نهائيات امم اسيا. المهارة غائبة لكن التركيز لم يكن موجود، لكن السيطرة موجودة، كرة عرضية هدف جميل لمنتخبنا الوطني الاردني، سيدات منتخبنا الوطني. ستيفاني النبر، ستيفاني بالجهة اليسرى الدخول بامان واطمئنان، عرضية لكن اليمين الاقرب هي عرضية، لكن تعود الى ستيفاني النبر بشمال، عبر القارات، كرة القدم الأردنية باتجاه استيفاني والهدف يبدو رقم 11 شهناز نشميات الأردن إن شاء الله أن تضع حدا لهذا التقدم، إن شاء الله أن نكون متقدمين، وميساء أبو جبارة والنجمة البارز والأسطورة الأردنية اللاعبة المرعبة هي ميساء أبو جبارة، ميساء مدافع الكويتية زينب الخباز على طول في التمرير، لكن لمين القطع بأقدام أردنية، تمريرة بينية إلى عبير في المهارة في التكتيك والنقل والكرة وهدف جميل، ايفان في الكتم الناجح على أرضية الميدان، عرضية الأقرب يبدو هي رأسية، لكن لمين الكويتية لونا شهناز هدف وقذيفة، ويعني قذيفة رائعة، شوف هذه هي شهناز، وشهناز وشوف تتم الكرة، شهناز بالقدم اليمنى القذيفة على حافة المنطقة 6 ياردات والحارسة لا تفعل شيء، والزاوية يعني الضيقة، شوف شهناز بالقدم اليمنى في الارتكاز والهدف، إذا هدف أردني، هدف أردني إذا 16 الأردن مقابل لا شيء الكويت حتى الآن، واللاعبة يبدو هي شوف إن شاء الله نشوف بالعرض البطيء الهدف 16 من روزان أزاغا، ستيفان النبر لونا المصري يلا يا لونا، وحتى الآن 18 على المنتخب الكويتي، شهناز جبرين ميساء الى عبير في الابداع في الكره في القذيفه الاردنيه 20 هدف للاردن مقابل الشيء الكويت، هذه عبير النهار الهدف رقم 21